تحية طيبة لكم جميعا مشاهدينا الكرام. تجدد الموعد أمس مع التظاهر السلمي عبر الجمعة 15 أو الجمعة الأخيرة في الشهر الفضيل. ملايين الجزائريين سجلوا حضورهم اللافت مرة أخرى. لم يحل العطش والجوع والتعب دون خروجهم في غالبية المدن، وكلهم عزيمة إصرار وإرادة من أجل المضي قدما نحو تجسيد مطالبهم المشروعة في رؤية بلدهم حرا كريما قائما على المؤسسات الدستورية والمجالس النزيهة التمثيلية وتحكيم القانون والعدالة الاجتماعية والقضاء المستقل والتوازن الجهوي. هذه هي الأهداف السامية التي يريدها الجزائريون اليوم ويناضلون من أجلها، مناشدين السلطات الكف عن التسلط والحجرة والتهميش والاعتقالات والرقابة المشددة على الناشطين الحقوقيين والنقابين المستقلين. وفي الوقت نفسه وعبر هذه الجمعة أدان الجزائريون واستنكروا النهاية القاسية جداً لحياة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار، كما طلبوا بصوت مرتفع في كثير من المدن بإطلاق سراح سجناء الرأي، أي السجناء السياسيين، وعددهم 150 سجينا منذ التسعينات، وهم الذين حكموا في ظروف صعبة بطريقة تعسفية ظالمة من قبل محاكم خاصة نصبت على عجل وافتقدت للمشروعية والشفافية والحرية والنزاهة، خاصة أن القضاة الذين شاركوا في مسيرات الحراك الأسابيع الأولى أكدوا هذا فعلا. أنا خرجت على الحقرة اللي راهي وعلى الظلم وعلى اللي جال اللي راهم ماهمش كامل ما عندهم ني مستقبلني والو. بزاف الحقرة بزاف الحقرة بزاف الحقرة وألالين ونقعدوا سلمية سلمية إلى 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 والعيد نجوزوه لهنا ويتنحاو كاع كاع كاع. على هذا الزخم وبتلك العزيمة انقضت آخر جمعة في شهر رمضان الفضيل، وانقضت الجمعة 15 من عمر الحراك الشعبي بالجزائر، وانقضى الموسم الأول من الحراك الذي اندلع بغتة وبعفوية في 22 من فبراير ليدخل موسمه الصيفي، حيث سيكون التلاميذ والطلبة في عطلة صيفية طويلة، ويكون الخروج إلى الشارع محفزا إضافيا للتغلب على رتابة العطلة والنظام. هذا ما يتوقعه كثيرون بعدما أثبتت الملايين أن رمضان ومشقة الصيام وارتفاع درجات الحرارة لم يثنهم عن التظاهر، فكانت النتائج عكس ما توقعته السلطات حسب محللين. تحت وقع الحراك الشعبي الصامد ألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو، وأرغم الحراك الجيد صالح نائب رئيس الدفاع على الاستكانة للحوار لحل الأزمة بعد تصريحاته الأسبوعية منذ بداية الحراك. انطلق فإننا نعتبر أن المحور الرئيسي الذي يتعين أن تدور حوله جهود خيارين من أبناء الجزائر هو محور الحوار، إذ لم تحقق الاعتقالات والاستجوابات تحت مسمى القضاء على الفساد لأكثر الشخصيات العامة بغضا لدى الجزائريين من التراجع عن مطلب تغيير النظام والحوار مع النزهاء والخيرين فقط. وبالرغم من لجوء قوات الأمن إلى استراتيجية الانتشار والغلق واستخدام العنف، سجل الطلب أروع احتفاء بعيد الطالب الذي صادف 19 يوليو، ولم تفلح سياسة التعتيم الإعلامي عن زخم المظاهرات واستمرار الحراك في تضليل المتظاهرين عن أهدافهم، فقد كانت وسائط التواصل الاجتماعي تفضحهم وتستغني عن خدمتهم. وقبيل انقضاء رمضان أكدت وفاة المرحوم كمال فخار في حبسه الاحتياطي على أن النظام الذي يحبس المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يتغير. انقضى الموسم الأول من الحراك الذي اندلع بغتة وبعفوية في 22 من فبراير ليدخل موسمه الصيفي منتصرا من الجولة الأولى. التقرير للزميلة ثورية حمدية مشكورة. إذن لم يحل شهر رمضان ولا الجوع والعطش ولا المشقة خلال هذا الشهر الفضيل دون خروج الملايين من الجزائريين مرة أخرى تباعا في كثير من المدن وعلى رأس الجزائر العاصمة للثبات على هذه المطالب
مزيد من الإصرار والعزيمة والإرادة لتجسيد هذه المطالب في واقعهم المعيش. هذه الجمعة 15 ارتفع صوت الجزائر مرة أخرى أنهم يريدون هذا الحوار فعلا، ولكن يريدون أن تتنحى هذه الأسماء التي ما تزال في الواجهة، هي تستفزهم ببقائها لحد ساعة. يريدون كلمة صريحة من قايد صالح على أساس أنه يريد الحوار، لكن الحوار مع من؟ هذا أولا. ثانيا هو التأكيد على هذه المطالب التي يريدون من خلالها أن تتنحى هذه المنظومة، منظومة الفساد والاستبداد التي جثمت على صدور الجزائريين منذ استرجاع السيادة الوطنية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيوفنا من أساتذة ومحللين وحقوقيين سيرافقوننا في إثراء النقاش حول ما جرى أمس في الجمعة 15. إذن 4 أسابيع من الصمود، صمود الجزائريين بالإضافة إلى الجمعة أمس وهي قد تكون صحيحة هي الجمعة الأخيرة في هذا الشهر الفضيل. أرحب بالدكتور إسماعيل معرف الناشط السياسي والمحلل الأكاديمي معنا. أستاذ دكتور إسماعيل، ماذا يمكن أن أقول من انطباعات عن الجمعة أمس، الجمعة 15؟ أولا تحياتي لك أستاذ عثمان، لكل مشاهدين المغاربية، شكرا لك. وأيضا لكل الشعب الجزائري الذي يتابع هذا القناة ويتوعى أيضا بما تقدمه من مقاربات فكرية ومتابعة حديثة لما يقع في الجزائر، وأيضا تكشف كل المزالق التي يراد للحراك أن يتوقف حين عندها ولا يستمر في معركة الحضارية التاريخية الإنسانية ضد عصابة حكم لا تشبه تماما عصابات الحكم التي تحكم بلاد العالم. الجمعة أعتقد أنها كانت أيضا استمرار للوعي الذي شكله صراحة الفسيفساء الشعب الجزائري، والتي الآن أصبحت صامدة ضد هذا الطغيان، ضد تلاعبات هذا النظام. لكن أيضا أن هذا الجمعة شخصيا أبانت لي على أن رغم كل ما قيل من بعض من الحكايات وبعض من النقاشات، ولكن بالعموم الحراك على مستوى الجمعة على مستوى الوطن كان حراكا أيضا باستحقاق قويا وجامعا، وأيضا خللته بعض من صراحة النعرات، ولكن بالنهاية لم تؤثر على هذا الخروج الرائع والجميل للشعب الجزائري. ولكن بهذا الخصوص أستاذ عثمان، يعني أقول لك بأن الشعب الجزائري أثبت مرة أخرى بأن استفاقته أو حتى عودته للحياة السياسية وممارسة السياسة لم تكن عودة فوضوية ولا عودة دغمائية، بل نعم. كانت وعية عن فعل سياسي ضد هذا العصابة وضد هذا النظام الحكم الذي لا يريد صراحة أن ينفع للإرادة الشعبية. وأن الربيع العربي الذي انطلق ذات يوم في 2011 واعتقد بأن الشعب الجزائري، كثير ملاحظين وكثير من الخبراء السياسة، بأن الشعب الذي اكتوى من العشرية السوداء بين قوسين لا
يمكن له أن يستفيق. ونحن كنا نقول في المغاربية بأنه هذا خطأ، وأن الشعب الجزائري إن تأخر عن الخروج ضد هذا الطغيان وهذا الاستبداد، فإن هذا التأخر سيكون خرجة غير مسبوقة تاريخيا. والآن كل الإخوة الذين شاهدوا الربيع العربي وكل الملاحظين في الغرب الآن يشهدون بأن هذه الخرجة المتأخرة هي كانت الأروع في تاريخ الربيع العربي. نعم. وقد تكون هي التي قدمت درسا لكل البلاد العربية، لأن الجزائر لم يخرج ليكون رحيل النظام أو إسقاط النظام، بل خرجوا من أجل تغيير حقيقي والانطلاق في بناء الجزائر التي حلوا بها الشهداء الجمعة. أيضا بكل الشعارات التي رفعت فيها إلى غداك، كانت صراحة مرة أخرى تقريبا شوكة في حلق القيادة العسكرية التي لا تريد صراحة أن تفهم بأن هذا الشعب ليس ضد أي كان، بل هو ضد من يريد أن يستغل آلام وأحلام الجزائريين ويوجهها بالدوسة التي يريد. والحقيقة أنه تقريبا الآن لابد أن يفهم الإخوة في المؤسسة العسكرية بأن فيه نقطة مهمة جدا. إذا كان فيه استماع إلى إرادة الشعب، إرادة الشعب لا يمكن لها أن تكون بالأوامر، ولا يمكن تكون بالزجر وبالاستبداد وبالعبودية، لأن هذا الزمن من المفروض قد ولى 57 سنة من حكم العسكر. صراحة لم نجني منه ولا شيء، جنبنا منه الدمار، جنبنا منه الفرقة بين الجزائريين، فتنة بين الجزائريين، العار الذي يصلنا الآن سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وغير ذلك إلى غداك. وبالتالي أنه الآن إذا كان أي كان يريد أن يقول بأنه يحب الجزائر، لابد أن يستثنى هذا الشعب ويجيب هذا الشعب. طيب. خليك مع دكتور إسماعيل، تكرم بالبقاء معنا، سأعود إليك. انضم إلى النقاش دكتور عبد العالي الرزاقي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. دكتور عبد العالي، هل يمكن أن نقول بأن الشعب الجزائري خرج منتصرا عبر هذه الأسابيع كلها في هذا الشهر، شهر الفضيل، وختمها أمس بالجمعة 15، ازداد عزيمة، ازداد إصرارا وإرادة للمضي قدما لتجسيد إرادته؟ أعتقد أن الجمعة 15 تختلف عن بقية الجمعات. أيوة. لماذا؟ لأنه أولا الشعب طرح فيها مبادرات وطرق حلها، وبالتالي عندما رفض الحوار على الطريقة التي جاءت بها المؤسسة العسكرية برئاسة جاي صالح، هو إشارة واضحة بأن الحوار يجب أن يكون بين المؤسسة العسكرية والشعب، طبعا ممثلا في رموز معينة حملة اسمها في الشارع الجزائري. نقطة الأولى. نقطة ثانية، أنه لأول مرة في الشارع تطرح فكرة فتح تحقيقات حول موت مشبوه لعدد من الأسماء. نعم. مثل تاملت، مثل كمال الدين فخاري، وهذه الأشياء تطرح لأول مرة تطرح في الشارع الجزائري، ومهم جدا، وخاصة حضور الأشقاء من غردايا في المسيرات العاصمة. هذا مهم جدا ورسالة واضحة، ويبدو أنه تداعيات كمال الدين فخار ستكون خطيرة بالنسبة للسلطات إذا لم تفرج عن بقية المسجونين، النشطاء السياسيين المسجونين. أضف إلى ذلك، لأول مرة تحمل شعارات المطالبة بالإفراج عن المسجونين السياسيين. صحيح أن القنوات مثل المغاربية تحدث عن هذه عن المسجونين، والكثير تحدث، ولكن لأول مرة الشارع يطرح الشعار في حد ذاته يحمله ويطالب بهذه الأشياء. ولأول مرة ضغوطات الجمعة تدفع النائب العام إلى أن يعلن عن طريق مساعده بأن علي بالحاج ليس ممنوعا من التنقل خارج العاصمة، وهذا مهم جدا، حدث مهم. النقطة يبدو لي الأهم، وهي أنه الشرطة ما تزال تحاصر العاصمة، الدرك يحاصر العاصمة، والشرطة تحاول أن تنزع من
المتظاهرين الأعلام وبعض الشعارات، وهذا مع الأسف الشديد يدل بأن هناك محاولات لدفع المواطنين إلى العنف، وهذا لاحظناه مثلا خطاب، ولكن لم ينجحوا في ذلك دكتور عبد العالي. لم ينجحوا في ذلك دكتور عبد العالي، لم ينجحوا في ذلك. لم ينجحوا لماذا؟ لينجحوا لأنه أولا كمموا الأفواه والقنوات، منعوا كثير الحديث في القنوات لاحظتها. وشيء الجديد أن العنف الذي كان في الشارع قبل 22 فبراير الآن انتقل إلى الكاميرات، إلى تلفزيونات. الكوكايين الذي كانوا يتحدثون فيها عنها بأنها مرتبطة بالشباب الآن أصبحت في مسلسلات راقية، في 3 قنوات تقدم مسلسلات حول الطبقة العليا وكيفية إدارتها للكوكايين عموما. إذن هناك تغيير، لكن ما يؤسف له أن بعض الكاميرات المخفية، خاصة كاميرا خاصة بالرئيس السابق السيد بوتفليقة عاد وكذا، هذا الشكل الذي وقع منذ بضع سنوات في تونس يجب أن يتوقف، لأنه نوع من محاولة المقارنة بين وضعين مختلفين. كيف طبعا الكثير يراها بأنها مزحة، ولكنها هي مزحة تسيء إلى الحراك الشعبي، لأنه لا يعقل أنه كل شهرة تقدم لي شخص هاو بالإرهاب وأخبار بالإرهاب في الخارج، تكرار ممل تقصد، لا إساءة للحراك أنا في تقديري، ولهذا على القنوات التي تقدم مثل هذه الصور أن تعيد النظر وتنظر إلى أن الحراك ليس لعبة وليس تسلية، وإنما هو ثورة وهبة شعبية في حاجة إلى تحقيق. وأعتقد أن النتيجة النهائية كانت واضحة، وزير الخارجية الفرنسي في البرلمان الفرنسي قال، أعلن عن فشل هذه الانتخابات، وبالتالي كأنه أعطى إشارة للسلطات العليا في الجزائر أو الحاكمين بأن العمل يجب أن يتجه نحو المواطنين، نحو الحل، نحو المادة السابعة، بمعنى أنه لابد من مرحلة انتقالية. نعم، ابقى معنا دكتور عبد العالي، سأعود إليك. دكتور إسماعيل، ألا ترى بأن الحراك فعلا نجح في تحييد هذه الحكومة اللي هي حكومة مرفوضة شعبيا من يوم إلى يوم آخر، يلفظها الشعب لا يريدها، حتى الوزراء الآن الذين يكلفون بزيارات ميدانية يحاصرون يطاردون من قبل المواطنين الجزائريين؟ نعم، هي أولا هي ثورة أستاذ عثمان، وليست أزمة كما وصفها القائد صالح أو حتى المؤسسة العسكرية، وهذا ربما الاختلاف، لأنه عقلية الاستبداد وعقلية أيضا الأحادية وعقلية هذا الوصاية على الوطن والوطنية الزائفة التي تريد أن تفرض على الجزائريين، والعودة دائما إلى ثورة التحرير رغم أن الشهداء لم يموتوا من أجل أن يستمر نظام استبدادي ونظام أيضا قمعي. وبالتالي بأنه هذا الحراك صراحة لم يبقي لا على الحكومة ولا على هذا الرئيس المؤقت أو ما يسمى بالرئيس الدولة، وبالتالي أنه كل الشعارات وكل أيضا الأجندات الموجودة للسلطة ألغاها هذا الحراك وهذه الثورة السلمية الرائعة، ثورة الابتسامة. وأيضا المحتجون الذين يسيرون في الشوارع تقريبا رغم كل الأجندات وأيضا المناورات التي تقدم من أجل إفشال هذه الثورة السلمية إلى غد ذلك، لكن هذا التماسك الموجود، هذه الأعداد الغفيرة الموجودة في كل ولايات الوطن هي أكبر دليل على أن الآخر وهو المؤسسة العسكرية ويعيش في وضع حرج، إن على المستوى الداخلي وعدم قدرة على تقديم، لا أقول التنازلات، ولكن القراءة الحقيقية لما يحدث في الجزائر، لأن لغاية الآن هم يعتبرون بأن ما هو موجود هو ارتدادات لتقريبا ذا قلق وأيضا امتعاص من نظام بوتفليقة وتسيره لطريقة الحكم والفساد الذي خلفه، وهذه قراءة خاطئة من طرف المؤسسة العسكرية وأيضا الأجنحة السياسية التي الآن والإعلامية التي تدور في فلكها، لأن لحظة الوعي لها تراكمات أستاذ عثمان من 57 سنة. وهنا أيضا نحيي كل المناضلين
الذين ناضلوا من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة التاريخية، الذين هم موجودين وقابعين مثلما تكلمت أستاذ عثمان في السجون من أكثر من 150 تقريبا سجين سياسي من التسعينات إلى غداك. وأيضا الآن أنا استمعت إلى صديقي وأخي عبد العلي الزمدي يقول بأن النائب العام يتكلم على أن علي بالحاج هو الآن غير ممنوع من التنقل، هذا غير صحيح، هذا الاستهلاك الإعلامي، لأن لغاية الآن الشيخ علي بالحاج صراحة لا يمكن له أن يغادر بيته اليوم فقط، مثلا لم يسمح له بالذهاب إلى جنازة فخار رحمه الله في مقبرة العالية، وهذا أكبر دليل على أن هناك لعبة أنا أقول لعب قدر تجاه الجزائر حتى وسائل الإعلام. أنا استمعت أيضا إلى دراما وغيرها إلى غداك، أعتقد فيه توجيه لهذه وسائل الإعلام اللي هي أنا نقول لك بصراحة أنها لا تحمل من القنوات الجزائرية إلا الأسم، هي قنوات عصابة تابعة تشرح ما تريد هذه العصابة لاستمرار إلى غداك، وتريد أن تفرض هذا الأجندة. لأن الآن صراحة عندما نسمع بأن الحوار الذي يدعون إليه إلى غداك، أنت تحاور لا نحاور صراحة الأصنام وأيضا التماثيل، نحن نريد أن نحاور ناس يستمعون بوطنية لنا. وهنا أيضا ممكن نوجه أيضا سهامي إلى المعارضة بمختلف أطيافها، لماذا لغاية الآن والمعارضون أيضا لماذا هم موجودين فرادى؟ لماذا لا يتنازلون البعض والبعض ويلتقون طاولة حوار حقيقية ويثبتوا لهذه العصابة بأن النخبة السياسية على الأقل أنا يعني تريد أن تقول يا دكتور إسماعيل تريد أن تقول عليهم أن يتحاوروا بين أنفسهم قبل أن يتحاوروا مع المستوى العسكري؟ برافو 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 أستاذ عثمان، لأنه أنا شخصيا ساعات أصدقائي وأنت تعرفهم أنا نكلمهم في الهاتف، وما عنديش ربما البارحة فقط كلمت الأستاذ بن بيتو وقلت لماذا دائما تبقون دائما على الهامش، ولماذا تهربون من المرحلة الانتقالية، ولا تريدون أن تنغمسوا مرحلة انتقالية وتنتظروا فقط وقت الاستحقاقات الرئاسية؟ ولكن لابد أن نقدم أنفسنا نحن الآن كنخب وكأيضا كنشطاء سياسيين لهذا المعركة، ونحضر الظروف ونحضر القواعد ثم نفتحها للجميع، لأن هي الثورة لا يمكن لها أن تكون فقط لنا، ونريد فقط أن نستولي عليها مثل ما فعلوا في 62 إلى غداك. ولابد أن منسوب الوعي لدى الطبقة السياسية وطبقة المعارضة والمعارضون، أنا شخصيا ضد هذا الذين يتنقلون في الولايات ويقومون بالمحاضرات وإلى غداك، وكان الأجدر أن يبقوا صراحة مرابطين أمام خيار الذي يبد أن يسوقونه وهو مع المعارضة بمختلف أشكالها، ويتنازلون الكل يتنازل لصالح أو الجزء يتنازل لصالح الكل. لأن اليوم أستاذ عثمان لما تشوف بأن أحزاب موجودة في اليسار وفي اليمين وإسلاميين ووطنيين وديمقراطيين لغدك، ويقول لك أنا لا يمكن لي أن نذهب نجتمع مع 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 مع, مع, مع الآخر، والآخر لا يمكن له أن يدعي صحيح. يدعو طبقة أخرى من المعارضة لطاولة حوار إلى غدك. هنا تشعر بتعاسة وتشعر بأن دكتور إسماعيل هؤلاء صراحة نعم. خليك مع دكتور إسماعيل سأعود إليك لنشاهد ما قالته هذه السيدة من مدينة قلمة أمس في الجمعة 15. تخيلوا أنه دولة بحسبها الخريطة بحسبها القارة شعبها يعيش الفقر. صوروا باللي عندنا 35 مليون هكتار لزراعة القمح، والجزائر تستورد القمح من فرنسا، وأي قمح تستورده الجزائر؟ القمح اللي ما يتاكلش، كان عندنا قمح من أحسن القمح اللي هو قمح الهدبة راح قمحنا لفرنسا وجابوا لنا قمح جديد. لما تجي الآلة تحصد معاه أطراف. تخيلوا باللي عندنا 20 مليون نخلة، والشعب الجزائري مشتاق التمر والدقلة، أما دقلة نور فحدث ولا حجر ولا حرج، إحنا ما نشوفوهاش. الكيلو تاع الدقلة الكيلو 90,000. تخيلوا بلاد النخيل والدقلة غير فيها غالية، يعني التمر بالنسبة لأخواننا ما يفهموناش. وقول باللي عندنا ساحل تاع 1200 كيلومتر، هذا الساحل والشعب الجزائري ما ياكلش الحوت. الحوت الوحيد اللي نعرفه هو السردينة توصل 90,000 حتى 100,000.
ناهيك عن الكلوفات والمرة وغيره وغيره. فالشعب الجزائري ما يعرفش بالحوت خلاص. ناهيك عن المرجان، ناهيك وناهيك وناهيك. نقولكم بلي شعب، شعب عنده دولة عندها صحراء، هذه الصحراء والشعب يشري، والشعب يشري ليسانس والمازوت بأغلى الأثمان، والشعب يخلص الغاستوفيل بأغلى الأثمان. نقول لك باللي عندنا أراضي شاسعة وعندنا فيها كل الثروات الباطنية، سيما، حديد، فوسفات، لكن الشعب الجزائري ما يسكنش، الشعب الجزائري ما عندوش سكنة. بابا، بابا اللي هو بابا اللي مات عنده 90 سنة ما عندوش سكنة، وأنا وخاوتي ما عندناش سكنة، وأنا ولادي ما عندناش سكنة، خدام ولا بطال ما عندوش سكنة. ونقول لك بلي مصانع، مصانع كانت مفتوحة، مصانع كاملة بيعت، بيعت بأثمان رخيصة وزهيدة، ما بقى خرجوا العمال ما بقى فيها والو. ونقول لك باللي عندنا، عندنا أغنام في الصحراء، عندنا أنواع الأغنام الجيدة وهي المارينوس عندنا، بصح احنا يا نهار العيد يستوردونا الأغنام من الخارج. يا عجبا يا ربي، شعب عيدوا من الخارج، رمضانوا من الخارج، لبستوا من الخارج، مشاو دولة كي هالدولة من 1932، وأوروبا تاكل وفرنسا ولا والسراق تاعنا ياكلوا، سبحان الله، وثروتها ما فضتش. هذه واشي، هذه راهي أعجوبة، راهي كأنها بير زمزم، كأن الجزائر بير زمزم، زمزم لا ينتهي، زمزم مهما ديت يمنوا ما يفضش. سبحان الله، هذه دولة ولا واشي. وش نقول لكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، روحوا علينا، قيلونا، ابعدونا، ريقنا شاحنة، احنا صايمين، 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 الله لا يشوقكم ان شاء الله، احنا صايمين وشيطونا الله يشيطكم ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا جماعه. امين امين. اعود اليك استاذ عبد العالي، دكتور عبد العالي، الا ترى بان الحراك ايضا قد افتك زمام المبادرة من قائد الأركان وحوله من المهاجم إلى المدافع الآن؟ تتذكر جيدا كيف كان يتحدث الأسابيع الأولى من الحراك، وفي الأخير صار يدافع، بل حتى مسألة الخيار الدستوري والتمسك ببنوده تخلى عنها في تمن راس في المرة الأخيرة، طالب بالحوار ولم يتكلم عن أنه ما غبت السقوط في الفراغ الدستوري وما إلى ذلك، ركز جيدا على الحوار. أعتقد أنه لابد من قبل ما عند هذه نقطة نوضح نقطة. المواطنة قالت كلام جميل جدا، أضيف إليه هناك قبل 1830 أيوة، كان في الجزائر 47 نوع من القمح. صحيح. حتى الآن فقط بقي 3، والبذور الأصلية موجودة في فرنسا. يفترض أن تعرف نقطة ثانية، أن هذا اللي يسميه بدوي أو عبد القادر بن صالح بدوي يروح المؤتمر القمة العربية وبه يؤدي عمره، مش عيب على الناس هذا اللي مثله. النقطة الأخرى وهي أهم، حكومة تدير 2 مليار دولار من أجل استيراد قطع غيار، علما بأن 2 مليار تجيب لك أكثر من 30 مصنع للقطع الغيار، كل مصنع يدير لك أكثر من قطعتي غيار. إذن هناك نهب آخر، نوع آخر من نهب. النقطة الأخرى، أنا ضامكو عندما تباع لفرنسا و 70% من الغاز الجزائري سيذهب إلى الخارج، إذن نحن مقبلون على شيء مخيف. أرجع إلى نقطة، مشكلتنا ليست في القايد صالح، ولا المشكلة القايد صالح، وشي مشكلته أنه ورث نائب وزير الدفاع من بوتفليقة، ولهذا الآن متمسك نائب وزير الدفاع، ويفترض أنه يتخلى عليها، هذا المنصب هذا راح مع بوتفليقة ولا يبقى له ولا لغيره، وبالتالي يفترض أن يحل المشكلة ولا ينتظر أن يوعز له من جهة أخرى بحل المشكلة. المشكلة في الجزائر أن الشعب موجود، دستور هو الشعب، وأعتقد لو قرأوا فقط، لو أن هناك مصلحة تابعة للمؤسسة الجيش تابعة الشعارات، تعرف بأن هناك أكثر من 2000 شعار، من بينها شعارات توجه الناس، تقول لهم هاو كيف تمشي، وهاو كيف تعاملوا، هاو كذا. يفترض هذه الشعارات أن تدرس، ويدرك أن المواطنين تغير الآن موقفهم. وأنا تابعت شعارات
قبل الجمعة 15 كانت شعارات عبارة رد فعل، مثلا 12 11 12 13 14، هذه ردود فعل على تصريحات القيصر. الآن لا، هناك شعارات أخرى جديدة، ولهذا أعتقد بأنه من حقنا على الأقل أن نطالب بالمؤسسات التي عندما تنقل تصريحات القيد صالح سواء القطاع العام أو الخاص، نتحدث عن التلفزيونات، أن تكون مطابقة للقانون. لا توجد مؤسسة في الجزائر إذاعة تلفزة صحيفة مطابقة للقانون وتقول لي أن نحن نملك قنوات ونملك ما نعرف دولة ونملك حكومة. أنا أعتقد الناس يكذبوا على أنفسهم، لأن من يتحدث لمؤسسة ترابندو كأنه يبيع في الشارع أشياء مستوردة بطريقة غير شرعية. ماذا عن دعوة قيد صالح للحوار دكتور عبد العالي؟ ألا ترى بأنه ما تزال نظرة الشك والريبة لدى كثير من الجزائريين؟ نحاور من مع من والوقت والظروف، وليس هنالك لا إرادة ولا نية خالصة فعلا بأن الجزائر انتقلت إلى مرحلة أخرى. ما تزال هذه اللغة لغة الشك موجودة الآن. أولا الحوار يطرح، أول من طرحه هي مجموعة النخب الوطنية، طرحت الحوار وطرحوا طالب البراهيمي وطرحوا كثير من الناس. وأعتقد أنه بيان جمعية العلماء المسلمين واضح. أيوة. أنا هادم شيوخ العلم اللي موجودين في الجزائر بقى شخصيات كبيرة من جمعية العلماء المسلمين، هؤلاء عندما يطرحوا فكرة أعتقد يجب أن نحترمها، لا أن نتحدث عن الموقف في مواقع معينة هؤلاء شيوخ كذا. هذا هادم راهي خبرة وتاريخ وماضي نزيه نظيف، هذه لو يقرؤون فليقرأوا كتاب عبد الناصر والثورة الجزائرية لرئيس المخابرات المصرية فتح الديب، هناك وثائق تقول بأنه جمعية العلماء المسلمين حررت في 55 بيانا آخر لأول نوفمبر، وهذا البيان وقع بن بلة وشخصيات كبيرة. إذن يفترض أن هؤلاء الذين يحملون ينادون بنوفمبر والثورة النوفمبر يعني يحترموا على الأقل هؤلاء اللي يسيئوا ليهم. هؤلاء يمثلون مراجع أساسية للثقافة في الجزائر والفكر الديني بالتعبير الدقيق للجزائري. ولهذا أعود إلى نقطة أساسية، الحوار مع من؟ السؤال هل مع القيد صالح؟ أعتقد أنه المؤسسة العسكرية عندها وظيفة أخرى، وبالتالي لا يوجد حوار ولا يمكن إجراء حوار من خلال الشعارات مع النظام القائم. نحي النظام، نحي عبد اسمه بن صالح ونحي بدوي وانتهت العام المشكلة، وتأتي وناس آخرين يقومون بحوار. أعتقد أن الحوار ممكن. أولا الآن الحوار لمعلومات المؤسسة العسكرية فقط، الحوار يجري في 20 فضاء للنخب الوطنية، وهناك نخب تجمع أحزاب ومثقفين وشخصيات ونقابات، وبالتالي الحوار راهو يمشي في الشارع، راهو موجود. وأنا شفت في مسيرة من مسيرات يناقش المواطنون رسالة طالب البراهيمي في الشارع الجزائري. وبالتالي أتساءل، هل تستطيع الحكومة الحالية يعني في أمر الحكومة الجزائرية، الحكومة الحالية تفتح الجامعات للحوار على الأقل نناقش في الجامعات، تفتح تسمح لأي حزب لأي مؤسسة أن تؤجر قاعة للحوار للمناقشة؟ مع الأسف الشديد هناك تضييق كبير على المواطنين، وأعتقد عندما تصبح العاصمة محاصرة 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 أعتقد أنها تعيدنا إلى عهد الاستعمار. وهو كذلك دكتور عبد العالي، شكرا جزيلا لك دكتور عبد العالي الرزاقي، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية والمحلل السياسي، كنت معنا الجزائر عبر الهاتف. ونبقى في الجزائر هذه المرة مع الأستاذة وسيلة بلطرش الناطقة الإعلامية باسم تنسيقية عائلات المختطفين. أستاذة وسيلة، ماذا يمكن أن نتحدث كانطباعات عن هذه الجمعة، الجمعة 15، مع التركيز على الطمأنة الغائبة والإرادة الحقيقية من قبل المؤسسة أو سلطة الأمر الواقع؟ السلام عليكم أستاذ عثمان، شكرا على الاستضافة. ما يمكن قوله عن الجمعة 15 ينطبق على جمعات كثيرة من حيث تواجد عدد كبير من المواطنين خاصة في الشهر الفضيل. هو ثبات المواطن على حضوره كل جمعة رغم ظروف الصيام رغم ظروف الحرارة، إلا أنه مصر على تواجده، أيضا مصر على نقل رسالته، على نقل رسالة واضحة
الجمعة 15 وما قبلها على الأقل جمعتين على الأقل، كانت شعارات الحراك واضحة جدا. يعني الحراك هذه المرة يطالب فعلا بتسليم السلطة، شعاراته أصبحت أكثر وضوح ومطالبه أيضا أصبحت أكثر وضوح. وأعتقد هذه النبرة العالية والوتيرة العالية من المطالب هي التي دفعت قيادة أركان الجيش بأن تخرج في خطابها الأخير وتتحدث أيضا وتتبنى أيضا مشروع الحوار. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع، رغم الكثير من المراورات لم يقع في هذه الاستفزازات. أكيد لم يستجب، وهذه النقطة الأساسية، لأننا منذ البداية نشدد على ضرورة السلمية، لأنه لن يكون هناك سبب لتدخل العسكر، لن يكون هناك سبب لنزول الدبابات ما دامت التظاهرات تحدث في سلمية تامة. كل محاولات يعني باءت بالفشل يعني الحمد لله، وأعتقد أنه مستوى الوعي وصل إلى درجة كبيرة، ونشهد هذا خلال الجمعات. يعني مواطنين يسألون ويطرحون الأسئلة ممن يعتقدون أنه له وجهة نظر أو رأي، يتبحثون في الموضوع تقريبا في كل ركن من أركان الولاية، على الأقل أتحدث على الولاية التي أنا موجودة بها. بالبداية كان هناك فقط مكان وحيد يلتقي فيه مجموعة من المثقفون لطرح قضايا، لكن الآن نجد الناس مجموعات تتناقش فيما بينها. هذا النقاش صحي جدا، صحي من كونه أن الناس أصبحت تتبادل الآراء، وهذا مؤشر إيجابي يجعلنا نعتقد أن كل المناورات ستبوء بالفشل. يعني مناورات سواء كانت ذات بعد ايديولوجي او ذات بعد ثقافي او ايا كان المسمى الذي ستسعى من خلاله السلطه الحاكمه. طيب. او الدوله العميقه او العصابه على بسها وسط هذا الحراك، اعتقد انها ستبوء بالفشل. ماذا عن السلميه؟ الان الحراك الشعبي الجزائري صار مضربا للامثال عالميا، يتحدثون عن هذه السلميه جمعات وراء جمعات، الملايين يسيرون، ما فيش عنف، ما فيش سب، ما فيش شتم، ما فيش ولا شيء استجابة لاستفزازات للقوات العمومية. لا يوجد شتم، لا يوجد سب، لا يوجد تحرش، والأهم من ذلك أنه في نهاية كل مسيرة يقوم شباب الحراك بجمع ما خلفه حشود. يعني مليون شخص موجود في الشارع، ضروري هناك بعض النفايات، يسعى الشباب إلى لملمة هذه النفايات. أيضا شباب قبل شهر رمضان يحملون مياه شرب ويحملون الحلوى لتوزيعها بين الناس، ربما يحدث انخفاض ضغط أو انخفاض سكري أو أي شيء. يعني موجودون حتى فرق طبية يعني من الشباب، من الطلبة الشباب. إذن ليس فقط هو مضرب من حيث السلمية، ولكن أيضا مضرب من حيث التنظيم ومن حيث الوعي العالي. هذا هو الذي ربما لخبط بعض الشيء حسابات الدولة، سواء نحب نقول الدولة العميقة أو نحب نقول أيضا قيادة أركان الجيش. يعني الناس كانت تعتقد أنها ستجد منفذ وتمرر مشروعها وتغير فقط في الواجهة السياسية ويمضي النظام على حاله كما كان منذ 1962، لكن الأوراق الآن أصبحت واضحة. الآن الشعب يطالب فعلا بتغيير جذري صراحة وبتعبير صريح، يعني لا يدخله أدنى شك. يعني ما كانش رسالة ضبابية نقدر نفهم منها معنيين، لا أبدا، المعنى واضح وصريح. نريد دولة مدنية، نريد نظام جديد، نسعى لأن يكون المهمة الأولى للجيش هي الحفاظ وحماية الوطن. عليه أن يفهم هذا جيدا، وعليه أن يعي. طيب. الآن أنه تسليم السلطة في ظروف سلمية ربما سيصحح من مساره، وقد ربما أجيال أخرى قد تغفر الانزلاقات التي حدثت في التسعينات أين الجيش تورط في دماء الجزائريين. طيب أستاذ وسيل، على ذكر الحراك، الحراك الشعبي يزداد زخما من أسبوع إلى أسبوع آخر، كما يفجر الطاقات، يفجر بين قوسين طبعا، هو يبرز لنا هذه الطاقات الكامنة اللي هي ما تزال موجودة بين أحضان المجتمع لكنها لم تبرز. الحراك حركها، الحراك أبرزها، من المثقفين، من الشعراء، من الرياضيين، من الفنانين، من المبدعين، وحتى من المكفوفين. نشاهد ما قاله هذا الشاب الكفيف الذي شارك في إحدى المسيرات، ثم نعود. البيضة كما كاين الجزائر ما تستاهلش يكتبوها الأوباش هادو، حنا نلخر فينا واللي ما دار والو جد وكل المجاهدين. لا لا لا، خلاص، كيفاش يحكمون هذا الأوباش الناس هادو الأشكال اللي ما يستحقوش يحكموا الجزائر؟ حنا اتحدنا، حنا بالعربي الشاوي والقبائل، حنا الفلق العربي والشاوي اللي دخلوا لنا فيها ليون الدر. حنا والله لو كان ما كانش كوك نروحوا نقراوا على عربي شاوي، لا نعرف ولا فرقوا بين هذا وهذا. وعندنا الناس كل خاوتنا وعمامنا وكويانا وما نهضروش الهضره هذه، خلاص. إذا كان حد واحد يجي يلعب لنا الهضره تاعنا
عربي ومشاوي ولا اخر، اقول له روح بعيد، احنا ما عندناش. يا الا كان عند ولادك وعند المرات تاعك هذيك حاجه اخرى، احنا ما عندنا حياه اخرى. اما الاسئله الاسلامي والعلماني ولا احنا واش نديروا؟ اخاف نعاودوا نخلطوا الاوراق، نخلطوا الخصامي ونعاودوا نلعبوا في بعضنا. جزائريين برك ما عندناش ولا فرنسا ولا الامارات كيما الجماعه الاخرى. احنا نحبوا الجزائر، احنا نتحدوا في بعضنا. تاع عندك نظره دوله اسلاميه، انا عندي نظره دوله علمانيه الاخوه اشتراكيه، مرحبا به. نفكوا علينا العصابه هذه، وحنا صايمين ندعوا ربي في التراويح كي نصليو، يسهل لنا ربي. خاص حاجه اخرى اخويا، كي نحبوا الفوت نديروا فوت اللي يحبوا الشعب بعد مرحله انتقاليه. خويا ثم رولي علماني ولي اسلامي، ولا روح للسيدي، ولا روح للبربري، ولا روح بيسال عليك اخويا. برك الوحده، الوحده نتفاهموا في بعضنا، هذه هي. ربي يعاونكم اخويا، امين امين. هو قال ربي يعاونكم. امين. دكتور اسماعيل، لا اعود اليك من جديد، الا ترى بان فكره الحوار ما تزال مفخخه طالما ان الباءات ما تزال موجوده؟ هؤلاء اللي هما وافقوا هذه العهدات، بل تابعوها وصادقوا عليها ودعوا اليها عهده وراء عهده لبوتفليقه، ما زالوا موجودين في الحكم. كيف يمكن اجراء الحوار بحضور هؤلاء؟ الشعب الجزائري استفزه هذا المنظر، بقاء هذه الاسماء. اولا هذا هو السؤال مربط الفرس في هذا الحصه، وهي ايضا فرصه باش واحد يوضح ما يقع فعلا في الكواليس في العلبه السوداء. تعرف انه الحوار لكي يكون حوار لابد ان يكون هناك تكافؤ بين طرفين لديهم نفس الرغبه في تحقيق نفس المبتغى. والحاله الجزائريه الان فيه قياده عسكريه، وخلي نقول لك العسكر لا يريدون صراحه ان يكون هناك اجنده اخرى او ورقه طريق اخرى غير ورقة الطريق بالنسبة لهم. لماذا؟ لأن من الحب ما قتل. تقريبا لديهم نوع من التستمع على الجزائريين وصاية، وكان الجزائر إن انتقلت من عند العسكر فسوف تصبح فوضى ولن يكون هناك جزائر أخرى. والحقيقة هو أنه الموجودين الآن من العسكر لديهم القرار هم يختلفون صراحة عن النظام السابق، يعني هما العصابة ملة واحدة، وايضا لديهم ضدهم ملفات فساد، وبالتالي انه لا يمكن لهم ان يقبلوا بحوار يملي عليهم املاءات بين قوسين ما يريده الشعب الجزائري، رغم انه الشعب المفروض في بلاد الدنيا هو مصدر السلطه، وان هؤلاء العسكر هم جزء من هذا الشعب، وان استقامت البلاد مثل ما يريد الشعب فان حال العسكر ايضا سيستقيم، وسوف تصبح مؤسسه عسكريه تتقوى اكثر وتصبح لديها مكانه ودور، وايضا ترجع لقلوب الجزائريين. بدل من الان انهم يحصلون على الشتائم وعلى ايضا القدح الموجود على كل مستوى الحراك في كل الجمعات الى غديه، وبالتالي انه انت تدعو الى حوار بهذه الطريقه، هذا يسمى حوار طرشان، بمعنى انه لا تريد ان تسمع الا صوتك، وكانك تجعل من الحوار رجع صدى. يعني الان نحن نقول لا لمرحله انتقاليه، ومن يحاول ان يقول مرحله انتقاليه فهو ضد البلد ويسعى الى تدمير البلد ويسعى كذا الى غداك، وبالتالي انك انت اذا اردت ان تذهب الى حوار حقيقي فلابد انك ان توفر الشروط، ادنى الشروط لهذا الحوار. اول شيء والمصارحه، ان تقول المؤسسه العسكريه بمعنى كل من يتجه خلف ما ذهبوا اليه دكتور اسماعيل يصرف المرمى. بالنسبه لمنظمه المجاهدين كما تعرف في البيان الاخير دعوا الى مرحله انتقاليه، حل أو حوار شفاف نزيه مسؤول، بالإضافة إلى الحوار مع أبناء الشعب الجزائري. خلاص بعدين الأمين العام صار في خبر كان أقيل ونفس الشيء نفس الشيء انطبق على بيان جمعية العلماء والدعاة. والله ربما أنا نختلف شوية، لأن أنا شخصيا الذين ذكرتهم أنا شخصيا لا أتفق معهم، ولكن أنا أتفق مع الشعب الجزائري، وهذه قلتها حتى في إحدى النقاشات في، وكان معايا الاستاذ عبد العزيز واختلفنا. لا قلت انا الان نتكلم على شعب جزائري بمختلف اطيافه وبمختلف ايضا اتجاهاته، ايضا بكل اطيافه العمريه، وانتم قدمتم الان شباب وشيوخ والى غداك، بالتالي انه المؤسسات التي ربما حتى هذه العلماء المسلمين والمنظمه المجاهدين هي ايضا مؤسسات لها النظام البائد وهي نظام العصابه، وبالتالي نحن نريد ان نتعامل. حتى جبهه التحرير الوطني دعت الى الحوار، يعني دعا الحوار كل هؤلاء الى غداك، وبالتالي انا شخصيا نبقى دائما مرابط على قضيه الشعب الجزائري اللي الان
يريد أن يأخذ بمصيره الآن، يريد أن يملي مؤسسات جديدة لأول مرة في تاريخ الجزائر. قلت لي أنه هذا الحوار الآن، أنا قلتها مرة في قناة المغربية منذ مدة، وقلت بأنه نهاية المطاف سوف الشعب يواجه جيشه، وهذا أخطر ما يكون. والآن نتوجه إلى هذا المبتغى. وخليني نقول بأنه الذين صراحة قاموا بالانقلاب ضد الشرعية الشعبية في 92 لم يتغيروا، هم نفسهم الآن موجودين. وأنا أتحدى أن يقول لي شيء آخر إنسان آخر. لماذا؟ لأن نفس العقلية، هو العقلية هو أنه لا أستمع لك إلا بما أريد وأنا أن تفهمه. إذا قلت بأنه نعم لكذا فأنا أستمع للشعب وأعتبر أن الشعب عظيم والشعب قام بكذا كذا إلى غدي. وبالتالي أنه نختلف في قضية المفردات. ولذلك أستاذ عثمان كنت دائما أنا أركز لك بأن هناك النخبة التي يجب أن تلعب دورها. أنه زمان كنا نقول وكنا نجتمع نقول أن النخبة تحتاج إلى شعب يدعم هذه النخبة إلى غدي. الشعب موجود الآن، الشعب يقول يريد أن يقول الآن للنخبة نحن الآن موجودين وأين أنتم الآن. وبالتالي أنه لا بديل على أن هذا المعارضة بكل أطيافها لابد أن تقبل قضية الحوار فيما بينها وتقدم رؤية متكاملة حتى تعطي النموذج أستاذ عثمان للشعب الموجود الآن في الشوارع، الذي يقول فيه خلافات، فيه اختلافات، فيه أيضا نوع من صراحة الاختلافات العرقية، ودخلنا في مشاكل إلى غدي. وبالتالي لو الشعب يشوف هؤلاء المعارضين وهؤلاء أيضا الذين ربما يراهم أمثلة تتوافق وتجلس في طاولة حوار إلى غدي، أعتقد بأنه سيأخذ المثل وسوف نسد هذه الثغرات وسوف نقوم أيضا بنزع فتيل هذه الأزمات التي يريد هذا العسكر وهذا النظام البائد أن يسوقها للشعب ويمنع أي تغيير. خليك معنا دكتور إسماعيل، سنأتي مرة أخرى للحديث عن السجناء السياسيين الذين طال الأمد بهم وهم وراء القضبان، ولكن قبل هذا نعود إلى مدينة البيض وما شهدت هذه المدينة من حراك شعبي حضره الألف من أبناء هذه المدينة. شكرا جزيلا لشباب مدينة البيض، إن شاء الله نكونوا في المستوى دوما. قناة المغاربية هي قناة الشعب قبل أن تكون قناة شخص معين. الأخت وسيلة، أعود لك من جديد، ماذا عن ملف السياسيين؟ أقصد السجناء السياسيين، كثيرة هي الشعارات التي رددت وكذلك اللافتات التي رفعت في كثير من المدن للمطالبة بإطلاق سراحهم. يقولون خلاص يكفي، من التسعينات وراء القضبان هؤلاء حكموا في محاكم خاصة على بطريقة عاجلة. هذه المحاكم لم تكن مؤسسة تأسيسا قانونيا قاعديا مبني على القانون، وحتى القضاة شهدوا على ذلك. فهم يقولون الآن لابد أن يطلق سراحهم، خاصة أنه فيهم المجاهدين، فيهم الشيوخ، فيهم الشباب، فيهم المهندسين، فيهم ضباط الجيش. لماذا لا يبقى على هؤلاء لحد الساعة إذا كان فيه فعلا لغة جديدة وجزائر جديدة؟ صحيح، يعني هناك اهتمام لافت هذه المرة من شباب الحراك بقضية المساجين السياسيين، وأعتقد أنهم في سابق كانوا لا يعلمون، يعني لم تكن لديهم فكرة على هذه القضية. والمغاربية أيضا كان لها دور في التحسيس بقضيتهم. نحن أيضا في تنسيقية عائلة المختطفين، يعني قبل سنة تقريبا في 26 جوان الماضي بمناسبة يوم العالمي لمناهضة التعذيب، كنا قد أقمنا وقفة رفعا لهذه القضية تحديدا. قضية المساجين السياسيين هي الآن في هذه المرحلة التي ستعطينا انطباع هل هناك
فعلا حوار جاد وهناك نية جادة وصادقة لتسليم السلطة أم لا. أي حوار يكون فيه مفاوضات ويكون فيه أيضا إبداء المبادرة الحسنة والنية الحسنة. إذا كان للسلطة العسكرية النية في أن فعلا تقوم بمرافقة هذا الشعب في انتقاله السلمي للسلطة، عليها أن تبدي على الأقل إطلاق سراح هؤلاء المساجين السياسيين للأسف الذين ضاع نصف عمرهم وضاعت صحتهم فقط بسبب أفكارهم لا غير. يعني مستحيل أن نصدق أنه محكمة خاصة حكمت عليهم لأنهم كانوا متورطون في الإرهاب، في حين أنه جاء قانون للمصالحة وعفى على من حمل السلاح. إذن قضيتهم سياسية بامتياز، وأصبح من الضروري أن الشعب الجزائري أن يكون واعي في مثل هذه القضايا، أن يتكاثف وأن تضامن. شاهدت بالأمس يعني شباب كثيرون ونحن نرفع لافتة لتضامن مع أخونا عبد الله بن نعوم السجين الذي يضرب عن الطعام والتي أصبحت حياته الآن فعلا في المحك. يعني الله لا يقدر، نتمنى أنه إن شاء الله ربي يحفظه. ناس تسأل من هو عبد الله بن نعوم، لماذا حكم، ما هو نص المادة 45-46 من ميثاق السلم والمصالحة. هذا الحراك أعطى رفع من مستوى وعي هذه الناس وأصبحت الناس تسعى لأن تفهم. علينا أن نتضامن إذن أكثر مع المساجين السياسيين، وعلينا أن نطالب صراحة وبصريح العبارة اطلاق سراحهم. يعني ما بقاش فيها حديث، خلصوا نص عمرهم لسبب سياسي واضح. يعني الان لا احد ينكر انه سجنهم كان سياسي، وكما ذكرت استاذ عثمان بالنهايه لم يكونوا مجرمين، فيهم العسكري الذي رفض ان يقتل المواطن المدني الغير مسلح، فيه ناس مثقفه، فيه ناس كبروا الان في سنهم، اصبح اطلاق سراحهم هو عربون الحوار الجاد. اذا كانت المؤسسه العسكريه فعلا تنوي ان تنقل السلطه وتكفر عن ذنوب العشريه السوداء ان تطلق سراحهم. اعتقد انه لو لم يطلق سراحهم دليل على عدم صدق النية وأيضا على خوف كبير، لأن هؤلاء المساجين السياسيين أكيد يحملون في طياتهم وفي ذكرياتهم إساءات، ويحملون أيضا ربما معلومات عن مختطفين. يعني دائما نعتقد أن السياسيين محتجزين ل 25-27 سنة أكيد يملكون معلومات عن أسماء تظل في سجن المختطفين لكنها كانت موجودة ذات يوم في تلك السجون. بمعنى لغة الطمأنة ما تزال غائبة. غائبة تماما. دكتور اسماعيل اعود لك من جديد، ملف المساجين السياسيين عاد بقوه هذه الايام الاخيره، طبعا المناسبه هي تلك الوفاه بتلك الطريقه القاسيه جدا للناشط الحقوقي كمال الدين فخار، احيت هذا الملف من جديد، ماذا يمكن ان نقول عن هؤلاء السجناء السياسيين وقد اتى ذكرهم في هذه الجمعه 15 من قبل المتظاهرين؟ اعتقد انه الحراك ربما كان له الفضل في انه يعيد النقاش على هذا المساجين، ولو أن القناة المغربية 7 سنوات من تأسيسها ويتكلم في كل مناسبة، وأنا شاركتكم في كثير من هذه البرامج في هذا المجال. ونظن أيضا بأن وسائل الإعلام في الجزائر صراحة لا تفرد الكثير من الوقت أو من الصفحات للحديث على هذا المساجين السياسيين، ويكفي أن نقول مساجين سياسيين لأنهم أيضا لم يرتكبوا جريمة ضد المجتمع. والحقيقة أنه الذين أجرموا في حق هذه البلاد هم الآن طلقاء وأيضا أحرار، بالعكس هم الذين الآن يجدون الحماية ويجدون حتى الحصانة من طرف الدولة، لأن المسجون السياسي هو فخر للأمة وليس صراحة نقطة سلبية وخدش سلبي بالنسبة للأمة. لأن اليوم قبلها كان محمد تمالت، شخصيا أنا كتبت عندما كان في السجن وقلت بأن عار على الصحفيين والإعلاميين أن يسكتوا على موت بطيء لهذا الإعلامي، ولكن عندما يموت تظهر في صفحات الفيسبوك كثير من التعزيات والكثير من ناقد الرجل إلى غداك. نفس الشيء بالنسبة لكمال الدين فخار رحمه الله، وأيضا اليوم بن نعوم وغيرهم الذين كان شيتور سعيد أيضا صديقي اللي كان أيضا مسجون لمدة طويلة، وعندما خارج من السجن اليوم راه في المستشفى، أنا زرته. وبالتالي أنه حق الإنسان في الجزائر في التعبير يعتبر جريمة، وهذه يمكن أقدر ما يمكن. اليوم الجزائر بهذا السلوك تقدم نفسها بأنها من أعتى الدكتاتوريات القمعية الموجودة في العالم على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه نسمع في بلدان كثيرة عن معتقلين سياسيين وعن مسجين سياسيين رغم أننا معهم، ولكن
ربما لم يرتكبوا أشياء، ولكن في الجزائر ذنب الوحيد هو أنه صرح بتعبير أو قام بسلوك يعبر فيه عن رأيه وفق ما يتضمنه الدستور الذين وضعونهم، وفقا أيضا المعاهدات والاتفاقيات الذين صادقوا عليها من طرف الدولة الجزائرية. وبالتالي أنه إحنا الآن أمام وضع جد خطير صراحة، بأن هؤلاء المساجين إن لم يستفيدوا من حقوقهم المشروعة بأقصر طريق، فأعتقد أنه الحراك مضطر أنه لابد أنه نرفع شعارات أخرى ونضغط باتجاه عقد ندوات عن طريق المنظمات الحقوقية، سواء الجمعيات حقوق الإنسان التي الآن لا تظهر، أو حتى بالنسبة لنقابات المحامين والقضاة المستقلين لغدين. وهو كذلك دكتور إسماعيل، شكرا جزيلا لك. صحف ترك دكتور إسماعيل معرف، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونمضي الآن إلى محور فخار. وفعلا لمن لا يعلم، موري الثرى اليوم الناشط الحقوقي كمال الدين فخار، الدكتور كمال الدين فخار رحمة الله عليه، بعد أن وافته المنية في مستشفى البوليدة الذي نقل إليه من غردية، رغم الشكوك ورغم الدعاوى ورغم الكثير من الاتصالات، لكن السلطة ركبت رأسها حتى لفظ الرجل رحمة الله عليه أنفسه الأخيرة. نشاهد الآن مشاهدين جانبا من هذه الجنازة وقائع تشييع جنازته اليوم في الجزائر العاصمة بحضور الألاف من الجزائريين. إذن كانت هذه وقائع تشييع الجنازة، جنازة الدكتور كمال الدين فخار رحمة الله عليه. للتعليق على هذا الأمر، على هذا الحدث اليوم وعلى كمال الدين فخار رحمة الله عليه، ينضم إلى الآن أستاذ صالح دبوز المحامي والناشط الحقوقي، وهو بالمناسبة محامي لهذا الملف، ملف غردية، بالإضافة إلى الدكتور كمال الدين فخار. أستاذ صالح، ضعنا أولا في صورة هذه الجنازة، الآلاف حضروا هذه الجنازة ليس كذلك؟ نعم، حضر آلاف المواطنين هذه الجنازة. أيوة. منهم بعض المسؤولين من شخصيات، من مسؤولي أحزاب وشخصيات وطنية، ومنهم مواطنين جو من العاصمة ومن ضواحي العاصمة، وكذلك مواطنين جو من غردية كثيرين. المهم الجنازة كانت في جو مهيب جدا. أيوة. وجرت في ظروف تنظيمية ممتازة، ويعني وفق التقاليد تاع الميزابيين
فوالا امتازت بتنظيم محكم والى اخره. ولكن هنالك شعارات ترددت قبل دخول المقبره تنديدا بالسلطه بمعاملتها لهؤلاء المساجين المدنيين، تركتهم يعانون ويعانون حتى وصلوا الى تلك النهايه القاسيه. لا هي احنا قلنا ان السلطه قتلت، يعني مش انا كنا بكري نقولوا النظام والسلطه، انا اليوم عبرت في جنازه الفقيد المرحوم كمال الدين فخار. ايوه قلت لم انا الان اتهم الدوله الجزائريه وليس السلطه وليس النظام. لماذا؟ لان في ملف اعتقال واغتيال كمال الدين فخار هناك امر كبير جدا حدث ربما لم يراه كثير من الناس، وهو ان فخار كمال الدين اعتقل في المره الاولى في 2015 عفوا، ولما اعتقل في 2015 قدمنا ملف على اساس انه اعتقال تعسفي، احتجاز تعسفي. هناك فريق للعمل ضمن لجنه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده يتكفل بالاعتقالات التعسفيه، فقدمنا ملف وتحاور هذا الفريق مع الحكومه الجزائريه عمل يعني كيفاش نقولوا حكم بيننا كمدعين والحكومه الجزائريه كمدعى عليها في هذه القضيه، وخلص هذا الفريق في راي اصدره يوم 27 فيفري يوم 27 افريل 2017 خلص الى ان اعتقال فخار كمال الدين اعتقال تعسفي نظرا لخرق عده مواد من اتفاقيات دوليه وقعتها الجزائر وهي ملزمه لها، وانه فوق ذلك ملفه القضائي لا يحوي اي وقائع يمكن على اساسها تاسيس التهم التي وجهت له، وأمر تقريبا يعني آراء هذا يبدي رأي هذا الفريق يبدي آراء، لكن هذه الآراء تصبح ملزمة للدولة الجزائرية للأطراف التي تناقشها. ألزم الدولة الجزائرية بإطلاق سراحه، لكن ألزمها بأن تقدم ضمانات كافية حتى لا يعاد اعتقال فخار كمال الدين لنفس الأسباب. والدولة الجزائرية إذن كان عليها أن تقدم تلك الضمانات ولم تقدمها، وتم اعتقال فخار كمال الدين لنفس الأسباب مرة أخرى ومن طرف نفس الأشخاص وبتهم أقل خطورة من تهم في المرة ومن تهم المرة الأولى. وأنا منذ يعني لفترة ثلاث أسابيع كنت أسجل فيديوهات وأنادي بأن هناك برمجة لاغتيال فخار، موش في خطورة، هناك مخطط لقتله هو في طريق التنفيذ، والفيديوهات الثلاثة موجودة على صفحتي الرسمية، لم يتحرك أي أحد إلى هنا اليوم. سي صالح، هنا في بريطانيا اليوم كثير من المحللين اللي كتبوا مقالات ويتابعوا الوضع في الجزائر قالوا حكومتكم، يقصد الجزائر، لا تتعظ ولا تعتبر مما حدث، يذكرون سيناريو محمد طمالت، ها هو يتكرر مرة ثانية، سجين اللي هو يكون في تحت أمانة السلطة يموت، ها هو ثاني سيناريو آخر يتكرر من جديد. فهم يتساءلون كيف لهذه الحكومة لا تتعظ مما يحدث من مخالفات ومن أخطاء جسيمة. لا لا، الأمر مختلف، هناك جريمتين مختلفتين. بالنسبة لمحمد طمالت يجب أن نعلم أن هناك صحفي نشر بعد وفاة محمد طمالت مباشرة معلومات خطيرة جدا، يقول أنه تحصل عليها من ضابط مخابرات، وهذه المعلومات تقول أن هناك ثلاث أشخاص دخلوا في زنزانة محمد طمالت واعتدوا عليه بالعنف وتركوه في حالة إغماء، ثم نقل إلى المستشفى وتوفي بعد عدة أشهر في المستشفى. وفي تلك الفترة بين نقله إلى المستشفى ووفاته يقول هذا الصحفي الذي ينقل أنباءه عن طريق ضابط في المخابرات، يقول أنه محمد طمالت كان ممنوع من الزيارة سواء من عائلته أو من محاميه. أيوة. أنا هذا الخبر رأيته ونقلته وهو محجوز في أرشيفي موجود، لم يتم تكذيبه، لم يتم تكذيبه ولم يتم متابعة الأشخاص الذين نقلوه، مما يعني أنه خبر صحيح.
هذه جريمة يرتكبها أشخاص يظهر أنهم لهم نفوذ كبير في دواليب الدولة ولم يتم التحقيق فيها أو أنه تم التغطية عليها. لكن حالة فخار هذه حالة، والحالة فخار هي إعادة تكرير نفس السيناريو أيوة. الذي أدى إلى وفاة فخار بعد أن حذرت هيئة أممية الحكومة الجزائرية أو الدولة الجزائرية من إعادة تكرير هذا السيناريو. وإعادة التكرير جاء في ظرف أقل من سنتين من نفس الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الأولى، لأن اعتقال أشخاص بسبب آرائهم يعتبر جريمة في نظر القانون. فهنا لا نصبح أمام عدم اتعاد، لكن نصبح أمام عصيان وتمادي في الجريمة مع سبق الإصرار والترصد. طيب أستاذ صالح، ماذا عن التحقيق؟ هذه الحالة ماذا عن التحقيق؟ هل هو دغدغة للعواطف مثل ما رأى كثيرون، خاصة وأن هي متهمة، السلطة الآن متهمة، فكيف تصير هي التي تقوم بالتحقيق؟ لا، في هذه الأمور التحقيق الإداري عادة ما تقوم به الإدارة لتبييض سلطة الموظفين المشتبه فيهم، فنحن لن نسكت على هذا. وأنا وعدت الرأي العام ووعدت بطلب من العائلة، لأن عائلة فخار طلبت مني وطلبت من الأستاذ زاي بأن أن نرفع شكوى أمام القضاء ضد الأشخاص الذين نحددهم والذين تسببوا في وفاة فخار. لكن فوق ذلك عائلة فخار طلبت مني أن أواصل الجهود أمام فريق العمل من أجل اعتقالات التعسفية، لأن عدم توفير الضمانات لعدم تكرير الفعل يعتبر في حد ذاته جريمة ارتكبتها الدولة الجزائرية، وعليها أن تقدم التفسيرات الكافية أمام فريق العمل الذي هو نفسه يصبح مقصرا، لأنه بعد خروج فخار من السجن قدمنا تقريرا بعد 6 أشهر اشتغلت على هذا التقرير ورفقة فخار، تم إعداده أعددناه معا، وقدمته بوصفي أنا الذي قدمت الدعوة الأولى، وإذا أنا الذي قدمت هذا التقرير. أيوة. وقلنا في هذا التقرير أن لم يحدث أي تغيير في تصرف السلطة وفي قوانينها، وأن خطورة إعادة الفعل مرة ثانية قائمة، وأن السلطة لم تقم، لأن في الرأي الذي قدمه الفريق الذي تحدثنا عنه في 27 أبريل 2015 يقول هذا الرأي على الدولة الجزائرية أن تجري تحقيقا لتحدد مسؤوليات الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الخطأ وتقوم بتحميلهم المسؤولية ومعاقبتهم أو شيء من هذا القبيل. لكن الدولة الجزائرية لم تقم بهذا، وإحنا نحن أشعرنا فريق العمل، وفريق العمل لم يتحرك، ولهذا سأكون ملزما بأن أشير إلى هذا إلى الفريق العمل وأن أقدم تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي يشتغل لصالحها فريق العمل، وأطلب تفسيرا عن عدم قيام الفريق بالإجراءات التي كان يجب أن يقوم بها بعد إطلاق سراح كمال الدين، وسأطلب أيضا التخفيف في إجراءات تبادل المعلومات والتدخل حتى لا تضيع الدعاوى في كتابات وكتابات مضادة وظروف بيروقراطية ويمكن أن تكلفنا. طيب خليك معنا صالح، سأعود إليك. خليك معنا، سأعود إليك رجاء. الأستاذة وسيلة، ما رأيك في هؤلاء الذين تهددهم الموت البطيء وقد طالهم وخلاص؟ الأمثلة كثيرة على محمد طمالة الصحفي اللي مات، كذلك بالنسبة للسيناريو الأخير اللي وصل ليه الدكتور كمال الدين فخار رحمة الله عليه، وأنت تعرفي اليوم كان فيه جنازة وحضرها الألف، وهذه تحية كبيرة للذين حضروا هذه الجنازة على أساس أنه عرفان عربون تقدير واحترام لهذا الشخص لأنه ناشط حقوقي، ومكانه في الحقيقة موش في السجن مثل ما ذكر كثير من محبيه وذويه والمحامين والناشطين الحقوقيين وما إلى ذلك. اليوم يقولون، يتساءلون في الوقت نفسه سادة وسيلة، عن أن الحكومة عندنا أو سلطة الأمر الواقع
لم تتعظ مما حدث ويحذرون من مغبة الاستمرار في هذا الأسلوب، لأنه فيه مساجين آخرين ما زالوا يعانون. الحقيقة أنه الأمر يعود إلى أبعد من ذلك، يعني السلطة التي لم تتحرك ولم تحرك ساكنا للتقصي عن ما حدث في العشرية السوداء، وعندما تتبنى ميثاق يضمن الإفلات من العقاب طبيعي جدا أنها لا تتحرك أمام وفاة فردية. الذي سيجعل الفارق والذي سيفرض على السلطات من الآن فصاعدا التخوف من أي حالة إضراب داخل السجون أو أي سوء معاملة داخل السجون وهذه الهبة الشعبية، التعويل كل التعويل على هذه الهبة الشعبية على المواطنين الآن أن يفهموا أنه إذا كان قد مات تمالت ولم يكن هناك تحقيق، ثم بعده كما الدين فخار ولا قدر الله، الله لا يقدر، يعني أخونا عبد الله أو أي من المساجين السياسيين أو من أي مواطن، علينا أن نكون متحدين لندعم بعضنا، لأنه اليوم إذا صرت في هذه الناس فهذا لا يمنع أنها لا تحدث لي أو لا تحدث لغيري، وبالتالي التضامن أصبح مطلوب، والتضامن ليس فقط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ولكن التضامن الميداني، يعني عندما تقام وقفة تضامنية مع المساجين السياسيين على الجميع أن يكون معني بغض النظر على هذا السجن السياسي أي وجهة له، يعني كان علماني كان إسلامي أي كانت أفكاره، نحن لا نقمع الأفكار، نحن ندعم حق الإنسان في التفكير، وبالتالي على المواطنين الآن أن يكونوا أكثر وعي، أن تحافظ على دولة ديمقراطية إذا كنت تتضامن مع الطرف الآخر إذا تعرض إلى أي انتهاك، إلى أي نوع من الانتهاك. يعني المجتمع المدني الآن عليه أن يكون أكثر فاعلية ميدانيا بعد كسر حاجز الخوف 22 فبراير، يبدو لي أصبح من الآن من الضروري أن نتأثر من جديد برؤية جديدة نكون من خلالها حاضرين في أي حالة انتهاك لحقوق الإنسان بعيدا عن أي حساسيات. المواطن لديه الحق في التفكير مهما كانت أفكاره، فحياته يجب أن تكون مصانة، الدولة وظيفتها أن تحمي المواطن لا أن تقمعه أو أن تكون سببا في وفاته بسبب أفكاره أو بسبب معادته للنظام أو لسياسة هذا النظام. هذا الذي يجب عليه أن نؤكد عليه أستاذ عثمان هو ضرورة التضامن والتكاثف والدعم اللامشروط لأي شخص لأفكاره أي كانت أفكاره، بشرط أن لا تكون فقط أفكار هدامة أو أفكار تدعو إلى التطرف أو إلى العنف أو إلى القتل فقط، أما ما دون ذلك علينا أن نصل، اليوم رانا في 2019 علينا أن نكون أكثر استيعاب للاختلاف الموجود بيننا، وعلينا أن ندعم بعضنا أي كانت هذه الاختلافات. كما أنه فند دكتور كمال الدين فخار هذا وسيلة في آخر كلمة له، والتسجيل موجود في آخر كلمة، استبشر خيرا بهذا الحراك وقد بارك هذه الأهداف، وقال هذه الأهداف التي كنا نناضل من أجلها سنوات وسنوات، بمعنى الكلام اللي كان قاله هو موجود السجل على كل حال، عرضناه احنا أمس وقبل أمس، ما فيش أي كلام يدعو إلى الفتنة وما إلى ذلك. ربي يرحمه ويوسع عليه، يعني طالته الكثير من طاله كثير من التشويه، بغض النظر ربما كان يتقاسم افكار يعني قد لا نقبلها، ولكن بالنهايه هي افكار وهو حقه في هذا التفكير. وايضا المهم انه ناس غرداية يعني معروف عنهم انهم ناس دين، يعني ناس متشبثين بدينهم بالضبط. يعني ايا كانت افكاره فاكيد لن تكون افكار دمويه ولن تكون افكار تؤدي الى القتل، ووجب احترامها، وجب احترامها، وجب احترام حقه في الحياة، وجب احترام حقه في التعبير على هذا الرأي. يعني بصراحة وبكل صراحة يعني الناس الهدامة والناس التي تحمل الفكر الهدام تتغاضى الدولة عنهم دائما، لأنها تستغلهم في مشروعها، يعني عندما تريد أن تزعزع استقرار الوطن فهي تلجأ لتلك الخلايا النائمة التي كانت هي الأصل في وجودها. أما اللي يشكلوا عليها خطر فعلا هم الناس أصحاب الأفكار، لأنه صاحب الفكرة هو الذي يؤسس إلى مشروع، إلى مشروع دولة. هؤلاء الناس يشكلون خطرا، هذا ما حدث تماما في تسعينات القرن الماضي، عندما الآن نتحدث مع الشباب نقول لهم خيرة أبناء هذا الشعب تم زجها في السجون وتم قتلها وتم تغييبها لأنها كانت تحمل مشروع، حتى وإن اختلفتم مع هذا المشروع هؤلاء الناس كانوا يحملون أفكار، لقد حربوا من أجل أفكارهم، وأصبح من الضروري اليوم أن ندعم بعضنا لنعطي لأنفسنا حق في التعبير على الفكرة، أن حق في التعبير على الفكرة، وعلينا أن نمنع بشكل ميداني أي محاولة من السلطة لخنق أي فكرة أو خلق أي حياة لمجرد أنها تفكر ضد مشروعها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أستاذة وسيلة بلطرش الناطقة الإعلامية باسم تنسيقية عائلات المختطفين، والأمنية الأولى للجزائريين الأم هو أن يتوقف هذا السيناريو، سيناريو القتل البطيء
للناشطين الحقوقيين والنقابيين المستقلين والناشطين السياسيين الذين ما زالوا يعانون. على ذكر هؤلاء المسؤولين اللي هم ما زالوا يستفزون كثيرا الشعب الجزائري، الحراك حرك الجميع مثل ما ذكرت. نتابع ما تقول هذه السيدة في حراك المسيرات في الجمعة أمس، جمعة الجمعة 15. السرقة هذم اللي سرقوا الجزائر كلاونا، ها هم مات ثاني كل بيته معاهم، ها هم مات السرقة بكل سرقوا الجزائر لمو الشكاير داو كلش كلاونا ياويهم عربي ماشي داو اعزبونا اعزبوا الجزائر بغاو يخليونا بغاو يدخلوا فرنسا ديجاجيو خليونا نعيشوا خليونا نقعدوا ترانكين وراهو حتتنا لنا سميه 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 من الحاجه سميه سميه من الحاجه بدوي زيدي بن صالح حداد خلاد بوشارب ربراب بوشارب بوشارب العصابه وزهنون العصابه العصابه تحيا الزاير تحيا الزاير ربي يجيبوها يا ربي يجيبوها ما تكتبوش وما تكتبوش شتي زيت كرت ما زيتنا شي قهوة زيت ما معاهم النخل جزائر إخواني لا تنساو الشهداء اللي ظهرهم إلى الحياة إلى البلاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت ويا عباد تحيا شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن يحيى الوطن يحيى الوطن. قالت هذه السيدة المحترمة، تحية لها. عودي سيد صالح، طالما أنت حضرت اليوم تشييع الجنازة، ماذا يمكن أن تقول ككلمة يجب أن تقال في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر للمؤسسة العسكرية تحديدا، لأن هي أقوى مؤسسة قائمة بذاتها اليوم من أجل جزائر أخرى، جزائر جديدة، من أجل الاستماع لصوت الشعب حيث لا صوت يعلو على صوته، من أجل فعلا أننا داخلين لمرحلة أخرى وانتهت مرحلة بوتفليقة وتلك السنوات العجاف. ماذا يمكن أن نقول باختصار؟ أقوى مؤسسة اليوم في الجزائر ليست المؤسسة العسكرية. أيوة. أقوى مؤسسة اليوم في الجزائر هو الشعب. الشعب هو أقوى مؤسسة وهو مصدر كل سلطة. مؤسسة الجيش ليس لها أي دور لأن الأمر لا يتعلق بقضية قوة. قوة يعني لا يتعلق الأمر بقضية قوة عسكرية أو عنف استعمال للعنف. حتى يعني يتدخل الجيش ليفض المشكل. الآن قضية سياسية ومطروحة ما بين النظام فاسد وما بين شعب يتطلع إلى ما هو أفضل، فما دخل الجيش في هذه العملية؟ يعني اليوم الجيش إذا أعطى حقه أعطى روحه حق باش يتدخل يقدر غدوة الحماية المدنية يجي يعطي رأي. هل الحماية المدنية مثلا كمؤسسة لها صلاحية دستورية هل لها رأي في 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 المشاكل الدستور؟ هو مهام دستورية محددة تقنية مثلها مثل الجيش تماما. الجيش عنده أسلحة ومكلف بحماية الحدود وعنده مصالح مخابرات يشوف كاش ما كاين خبر يضر بمصلحة الدولة. يعني فوق هذا ليس له أي دخل. تدخل الجيش في الحالات في الحياة السياسية، لأن الجيش متدخل في الحياة السياسية منذ 62 ومستولي عليها. أيوة. هو المشكل، هذا هو المشكل. والحل هو خروج الجيش من الحياة السياسية خروجا نهائيا، ويدخل الثكنات ويحرس الحدود، ولا يهتم، لا يجب عليه أن يهتم بالحياة السياسية تماما. في اللحظة التي يقوم فيها الجيش بهذا يعني ستتنظم الدولة الجزائرية بكل تأكيد تنظيما مدنيا يليق بمستواها، ويوجد داخل يعني الشعب ما يكفي من الكفاءات ومن الذكاء ومن الأفكار ومن المبادئ ما يكفي لبناء دولة معاصرة. واليوم الشعب بخروجه للجمعة 15 في هدوء وفي يعني ألم تلاحظ سالح نوعا ما أنه فيه تراجع عن تلك اللغة، لغة التهديد
والتهم وما لذلك إلى لغة الحوار الآن. ما صارش يحكي على الفارغ الدستوري، ما صارش يحكي على هؤلاء مغربهم أو أنهم يهددون الأمن والاستقرار، صار يقول أنه لا حل لهذا المأزق اللي نعيش فيه هو الحوار، وهذه تطور كبير مهم. الجيش هذا يثبت بأنه لا يشكل أي قوة. ما الذي جعل الجيش يتراجع؟ قوة الشعب. إيه. ويجب على الشعب أن يواصل ضغطه على هذه السلطة وأن يوجه خطابه الواضح الصريح بانسحاب الجيش من الحياة السياسية. يعني هذا هو الشغل الصحيح. ما معنى أن يكون جيش يعني حتى في وثيقة الدستور مهام محددة على أنه يحمي الحدود فقط، ما معنى أن يستولي على الحياة السياسية ثم يريد أن يفاوض؟ ماذا تفاوض يا أخي؟ أنت تستولي على أمور ليست من صلاحياتك وتريد أن تفاوض، هذا مثل السارق الذي يدخل بيت غيره فإذا طلب منه صاحب البيت الخروج يعني يريد أن يفاوض. ماذا تفاوض؟ ليس لك أي حق حتى تفاوض عليه. والجزائر فيها ما يكفي من الطاقات والكفاءات، ما يكفي لتنظيم أمورها مدنيا بدون تدخل الجيش. حتى هذا القايد صالح اللي راه يدير علينا الخطب كل مرة يروح لنا واحد الكازينة ويدير لنا خطاب، يعني هذا عيب كبير. لباس عسكري ومكان سكنة ثم يوجه خطاب سياسي إلى الشعب، ماذا يعني؟ ماذا يريد أن يقول؟ راني نحكم فيكم بالكلاش. هذا لا يجوز، هذا شيء لا يجوز تماما. على القائد صالح أولا أن يستقيل، ثم على الجيش أن يعين مسؤولا آخر ويعلن هذا المسؤول أن الجيش غير مكلف بالاهتمام بالحياة السياسية وأن الأمر متروك للمؤسسات الجمهورية، وعلى الشعب أن ينتظم في يعني في بعض الهيئات المؤقتة ويصدر وثيقة إعلان مبادئ دستورية. نعم. ويطرح يعني يطرح خطة انتقال إلى نظام جمهوري محترم مع مشاركة كل القوى السياسية باستثناء الأمن والجيش والمؤسسات التي لها يعني دور دستوري محدد. وهو كذلك سيد صالح، دبوز المحامي والناشط حقوقي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، وشكرنا موصول لباقي ضيوفنا الذين شرفونا بإثراء النقاش حول ما جرى أمس الجمعة 15 وهي الجمعة الأخيرة في هذا الشهر الفضيل. صحفتكم شكرا جزيلا لكم.